طيب تعال نشوف الموضوع اللي يعني بعد ما حكينا عن الـ unusual and infrequent gains and losses، بعدين حكينا على الموضوع الثاني اللي كان بيتعلق بالـ discontinued operations، وعرفنا الـ discontinued operations بتكون من حاجتين، في gains أو loss ناتج عن عملية التشغيل أو الـ operation بتاعت اللي تبع الـ division أو الـ department أو الـ production line. والجزء الثاني اللي خاص بالـ discontinued operations اللي هو خاص بالـ gains والloss الناتج عن الـ disposal اللي هي التخلص بالبيع أو الاستبدال أو اللي هو. الآن وصلنا لحاجة اسمها non-controlling interest in income، نصيب أصحاب الحقوق الغير مسيطرة اللي قلنا عنها minority interest، حقوق الأقلية، الناس اللي هم بيمتلكوا حاجة أقل من 50%، يعني إحنا إلا 51% نعتبر controlling interest، لكن الناس اللي لهم 49 فما دون هذول اسمهم non-controlling interest. فتعال نشوف المثال هنا تبع بقول assume that Coca-Cola acquires 70% of the outstanding stock of Coach Company، يعني شركة Coca-Cola بتملك 70% من شركة Coach Company because Coca-Cola owns more than 50 زي ما عمال بحكي. It consolidates، هي بتعمل قوائم مالية موحدة with its own، طبعا results with its own يعني بتجمع نتائج أعمال كلمة نتائج أعمال شركة Coach مع نتائجها. Gap requires that net income be allocated to the controlling and non-controlling. الجاب بده يطلب منا إنه إحنا نفصل النت إنكم اللي خاص بالشركة عن النت إنكم اللي خاص بالشركة التابعة أو المملوكة اللي إحنا بنسيطر عليها. عشان كده خدوا بالكم في إن حاجة اسمها consolidated net income. consolidated يعني صافي الدخل كلي اللي هو تبع الشركة اللي هي حصتنا في الشركة اللي هي 70% زائد يعني حصة الآخرين، وبعدين بطرح النت إنكم attributable to non-controlling فكأنه حصتنا بالأرباح هي 1248، هذا خاص بالشركة كوكاكولا، لكن هذا خاص بالشركة كلها سواء الجزء اللي بنملكه والجزء اللي بملكه الآخرين. هذا الجزء اللي بملكه الآخرين يبقى كأنه فكأنه هيك بده ايانا الكاب انه نبين قديش كل النت إنكم تبع الشركة التابعة وقديش نصيب اللي هو non-controlling وقديش الكنترولينج اللي هو احنا يعني اللي هو 1248. طيب الموضوع الاخير تبعنا في موضوع الريليتد ايتمز اللي هو الاي بي اس او الايرنج بير شير، طبعا هو حكينا عليه شويه توي او في المحاضره اللي فاتت. المعادله تبعته نت انكم ناقص بريفير ديفيدنس على الويتد افريج اوف كومن شيرز اوت ستاندينج، يعني صافي الدخل المطروح منه توزيعات الأسهم الممتازة على الـ weighted average of common shares outstanding، عدد الأسهم المتداولة المرجحة بفترة الاحتفاظ بها. طبعا هو هذا عبارة عن a significant business indicator، يعني مؤشر تجاري مهم جدا. measures the dollars earned by each share of common stock، يقيس عائد السهم الواحد من الأرباح. must be disclosed on the income statement، طبعا شفناه احنا كيف احنا اصلا في اللي فات ده بنطلع قديش الاي بي اس، لو اخذتوا بالكم هي هنا تحت هيك بده ايانا الفاز بنعمله، لازم نفصح عنها في اسهل القائمه. ما يعطينا مثال هو بقول في ان شركه النت انكم تبعها 350,000، declares and pays اعلنت ودفعت 50,000 preferred dividends، انتوا عارفين حملة الاسهم ممتازة هدول لهم ارباح في الاول اللي بضل بتوزع على حملة الاسهم العادية اللي هم الكومون ستوكس، هذه اسمها بريفيرد ستوكس، فبحملة الاسهم ممتازة بياخدوا ارباح في الاول. والويتد افريج نمبر، طبعا هذه الويتد افريج هنشوف لقدام يا اما في متوسطة اثنين كيف بنحسب هذا الرقم، جاهز هو معطينا اياه لكن هو الصراحة له حسبة كبيرة ويكاد يكون صعبة، لكن هو معطينا اياه انه 100,000 شيرز. عشان كده بقول الشركة بتحسب الاي بي اس تبعها كالاتي، المعادلة بتاعتنا نت انكم ناقص بريفيرد على الويتد افريج، طبعا النت انكم هو هذا، وطبعا بريفيرد ديفيدنس توزيعات الاسهم ممتازة 50,000 على الويتد افريج اعطانا اياه للكومون ستوك او الكومون شيرز اوت ستاندينج، فكأنه بيطلع عائد السهم الواحد 3 دولار. طبعا هذا الكلام شفناه قبل هيك كيف احنا بنطلع عائد السهم لكل مكون من مكونات الدخل. طيب تعال لو وقفنا
في لحتى الآن بعد ما تكلمنا على الاي بي اس وكيفية حسابه لكل كومبوننت من الكومبوننتس المكونة للانكم ستيتمنت، بداية من انكم فروم كونتينيوينج 2.76 ومرورا بالانكم فروم اوبريشن فروم ديسكونتينيد اوبريشنز الناتج عن يعني تشغيل الخط الانتاجي المتوقف واللص اللي خاص بالديسبوزل، ثم التسعين اللي هو عبارة عن زي ما قلنا اللص هذه 90 واثنين فاصلة 40 اللي هو عبارة عن البوتوم لاين أو نت انكم. الآن وصلنا للليرنج اوبجيكتيف رقم 4 هو explain the reporting of accounting changes and errors. Accounting changes and errors هنبدأ في أول نوع من التأثير الأخطاء والتغييرات المحاسبية أو التغير في المبادئ في accounting principles في accounting methods في accounting estimates. هدول الثلاثة اسمها accounting changes. Changes in principles and methods and estimates. بعدين في عنا حاجة اسمها errors. Errors لحالها طبعا. فبقول إن changes in accounting principle اللي هو التغير في المبادئ المحاسبية. إيش التغير في المبادئ؟ يعني كيف يمكن إظهار التغير في المبادئ خلال يعني إعداد القوى المالية إذا كان بتعمل comparison ما بين سنة لسنة. ولما بتكلم عن principles بتكلم فرضا زي ما عندنا هنشوف نتكلم التغير من FIFO ل LIFO. فرضا بنتكلم على percentage of completion لا completed contract. أنا بتكلم على المبادئ بتكلم فرضا على يعني accrual وcash base أو modified bases. فتعال نشوف إيش بيحكي هنا. بقول هنا retrospective adjustment يعني محتاج تعديل بأثر رجعي. إذا في تغيير في السياسات أو المبادئ المحاسبية لازم أعدل السنوات السابقة. ليش لازم أعدلها؟ عشان تكون القوائم المالية comparative. عشان تكون القوائم المالية إشمالها comparative. الحاجة الثانية cumulative effect adjustments to beginning retained earnings. بنشوف ايش نعمل تسوية على التأثير التراكمي على الـ beginning retained earnings كأنه هذا التغيير بده يظهر في قائمة الـ retained earnings statement أو زي ما هنشوفها لقدام شوي اسمها statement of stockholders equity أو مرات بقول عنها statement of stockholders equity and changes in capital. الآن كأنه يبقى إذا حصل تغيير في accounting principle أو accounting methods طرق أو مبادئ محاسبية ساعتها لازم يكون في تعديل retrospective بأثر رجعي والتأثير هذا لازم نعمل adjusting على beginning retained earnings. ليش؟ لأنه هذا beginning retained earnings حمل التغييرات تبعت السنة اللي فاتت. يعني السنة اللي فاتت السنة هذه كنا شغالين السنة فاتت كنا شغالين FIFO والسنة LIFO يبقى لازم أعدل FIFO تبع السنة اللي فاتت عشان يكون LIFO. فأنا وين بعدل التعديل بقدرش أفتح أنا يعني الإنكم ستيتمنت تبع السنة اللي فاتت لكن بقدر أعدل على الرصيد المرحل من السنة اللي فاتت. الرصيد هذا هو عبارة عن البيجنينج ريتيند إيرنينجز. طبعا بقول أبروتش بريزيرفز كومبيرابيلتي أكروس ييرز. بقول هذا الهدف أو هذا المدخل هو المحافظة على القابلية للمقارنة بين السنوات. طبعا مش معقول أقارن سنة معدة على FIFO مع سنة معدة على أساس LIFO. طبعا هو بيعطي changes in account principles أهمها يعني from FIFO to average costing أو change from percentage of completion اللي هو التغير من طريقة نسبة الإنجاز أو الإتمام إلى طريقة العقد الكامل. ومعطينا هنا مثال مثال حلو جدا. لاحظوا هذا عندي سنوات 18-19 هذا عبارة عن الـ pre-tax income الدخل قبل الضريبة لعامي 98-99 عامي 18-19 هذه بناء على الـ weighted average. خدوا بالكم هذا income هذا دخل. لاحظوا في على أساس FIFO في 18 كان 40 ثم 30 على أساس الـ weighted average 35-37. خلينا نشوف ما إيش كانوا إيش صاروا. بقول هو change from FIFO to weighted يعني هم كانوا هيك وحولوا ل weighted average method. هذا اسمها changes in accounting principle. طب ايش الفرق بينهم؟ انه هنا كان في عندي 40 طبعا اشي طبيعي ال weighted average يكون اقل بالمناسبة فالتنتين لو اخدتوا بالكوا اقل 5 هنا في اقل ال weighted 5 وهنا 3 اجمالي التغير الناتج عن تغير المبدأ المحاسبة او الطريقة المحاسبة من FIFO ل LIFO هو 8000 دولار.
هذا جدول بس بحسب لنا قديش الزيادة أو النقص لكل سنة وجمال التغيرات اللي حصلت. لأن تعال نشوف كيف ممكن نعمل عرض مال جديد. العرض مال جديد خذوا بالكو قال لي هان إنه سنة 20 البيانات تبعته كانت 18-19، أنا دخل لي سنة 20. في سنة 20 بقول الشركة decided in March to change from FIFO to weighted average inventory pricing، وكان الـ income before tax المعد على أساس new weighted average method لعام 2020 كان 30,000، اللي هم هدول 30,000 عقونية. وقال لي أنا في عندي الـ income tax rate هو 30%، 30% tax rate اللي هو عبارة عن 30 طبعا في 30% في 30,000 بيطلع 9,000، فكأنه عندي net income after tax 21. بس خدوا بالكم من هدول، هدول تعدلوا بناء على الفروقات في، لأن هدول كانوا معدين على أساس 5، وخدوا بالكم فبدنا نعدلهم على أساس weighted average. قديش كانت لو أخدتوا بالكم قديش كانت أنا عندي 5 و 40، مظبوط، وكان في عندي على weighted average 35، وفي عندي 5,000 اللي هي عبارة عن الفرق. لو أخذتوا بالكم هذا بالنسبة ل 18، عشان كده أخذنا بالنا إحنا أخذنا ال 35 اللي هي يعني 40 ناقص 5. الحاجة الثانية في عام 2019 أخذنا ال 27 اللي هي عبارة عن 30 ناقص 3 اللي هي على أساس الويتد. فإحنا بناخذ الويتد أفريج كأساس لأنه عشان تصير القوائم، لأنه عام 2020 زي ما قال لي هان هي اللي اعتمدناها كويتد أفريج. فهذا حيصير weighted average وهذا weighted average. طبعا الشيء طبيعي الانكم تاكس حيتغير لانه صارت 30% على 27 وال 30% على 35، من هنا بيطلع النت انكم. هذا كان التغيرات في الاكاونتنج، مين اكاونتنج برنسبلز كيف تظهر وكيف نحسبها عشان تكون القوائم الماليه او الانكم ستيتمنت تبعتي كومبيرابل، يعني قابله للمقارنه. أنا بتكلم عن changes in accounting estimates، التغيرات في التقديرات المحاسبية. التقديرات اللي هو بتتذكروا كيف نحسب الـ allowance for doubtful debt، كيف كنا نحسب الـ estimated future liability أو contingent liability، كيف نحسب الـ warranty liability، فكل هذه estimated. هذه ملهاش علاقة بالـ principles، هذه عبارة عن تقديرات الإدارة في قديش احتمال ما نحصلش الدنيا مشكوك فيها، قديش احتمال يكون في عنا يعني التزامات مستقبلية ناتجة عن قضايا أو نزاعات قانونية أو بناء على ورنتيز ضمانات للمنتجات، في احتمال يرجعونا نعملهم صيانات أو نعوضهم إلى آخره. فكأنه هنا بنتكلم عن accounting estimates والaccounted for in period of change or period of change and future periods، وإذا في تغيير في التقديرات بس التغيير في السنة اللي حصل فيها، بس المبادئ خدوا بالكم كنا نغير في السنوات السابقة. لو خدتوا بالكم عدلنا 19 وعدلنا 18، لكن إذا في تغيير في الاستيميتس لا، بس السنة بنغير فيها وخلاص، ملناش علاقة بالسنوات اللي فاتت. طبعا not handled retrospectively يعني لا يتم التعامل معها بأثر رجع، ولا تعتبر not considered an error، ولا تعتبر عبارة عن خطأ. يمكن أكثر الاستيميتس اللي بصير فيها دائما يعني مشاكل اللي هي useful lives and salvage value of depreciable assets، اللي هو الأعمار، أعمار الإنتاجية للوصول وقيمة الخردة تاعتها. يعني إحنا أصل كنا مقدرينه 10 طلع 15، أو كنا مقدرينه 10 طلع 7، قيمة الخردة كنا مقدرينها 3,000 طلعت 5,000. الحاجة الثانية allowance for uncollectible receivables تو حكيت عليها، الانفنتوري obsolescence اللي هو التقادم المخزون. obsolescence يعني التقادم. ايش يعني التقادم؟ انه يعني يظهر فاشن اعلى او احدث، انه تظهر تكنولوجيا. يعني انتوا عارفين في جوال بينزل حقه 3,000 شيكل، بعد شهر بينزل جوال فيه تكنولوجيا اعلى فبينزل ابو 3,000 ل 1000 شيكل. هذا اسمه مش استهلاك، هذا اسمه تقادم بسبب وجود يعني تكنولوجيا احدث، فبيخلي الاصل او بيخلي المخزون اللي عندي قيمته تتناقص نتيجة التقادم التكنولوجي. معطينا مثال حلو جدا هان، وأخذناه يمكن زمان، يمكن نفس الأرقام تبعته في محاسبة 2، إنه في عندي equipment قيمتها 510,000 واليوسفول لايف تبعها 10، السالفج تبعها عبارة عن 10,000، وفي at the end of that time depreciation has been recorded 7 سنوات على straight line method.
حسبنا استهلاك على 7 سنين لمدة على باستخدام الطريقة الثابتة. وفي السنة الثامنة it is determined that total estimated life should be لازم يغير، لأن كانوا تقديرنا أنه الأصل هذا عمره 10 تبين أنه عمره 15، والسالبج كنا مقدرين 10,000 تبين أنه هي 5,000، ومطلوب منا نعمل الكوركشنز. طبعا ما ننسوش هذا changes in accounting estimate، هذا بيكون من سنة التغيير وبعد كده، لكن ما لناش علاقة بالسنوات اللي فاتت. لو أخذتوا بالكم هذه البيانات تحت السؤال 510 historical cost، السالبج 10 هذه كلها للسنوات حتى السنة السابعة. فالديبريشبل بيز عندي 500 على 10 سنوات يبقى في عندي 50,000 سنويا. هذا الأصل استهلك 7 سنوات يبقى القيمة اللي تم استهلاكها منه 350,000. يبقى كأنه النت بوك فاليو أو البوك فاليو عندي عبارة عن 510 ناقص 350 يعني 160,000. طيب تعال نشوف كيف بدنا نحسب الديبريشيشن لعام 2020 والسنوات المتبقية. لاحظوا النت بوك فاليو هذه من وين جبناها؟ اللي هي 160,000 هذول اللي بعد ما استهلكنا السبع سنين. القيمة الصافية في بداية السنة الثامنة هو 160. السالفج فاليو الآن بعد التعديل صارت 5,000، كانت 10 في الحسبة اللي فاتت. فكأنه الديبريشبل بيس 155. اليوسفول لايف الجديدة هي ضايل 8 سنوات على الحسبة الجديدة بتاعتنا، لأنه احنا هو تقدير جديد 15 أخذنا منهم 7 باقي 8، فكأنه الـ annual depreciation expense عند 19,375. القيد تبعنا بيكون قيد روتيني عادي، depreciation expense accumulated 19,375. هذا القيد بيتكرر حتى نهاية السنة الثامنة. لاحظوا بعدلش بالسنين اللي فات، بس من سنة الـ 20 وبكمل. لاحظوا هنا بقول journal entry for 2020 and remaining years. remaining اللي هي السنوات حتى نهاية السنة الثامنة الجديدة. ضلينا نتكلم على مقطع يعني ما قبل الأخير اللي هو الـ corrections or errors اللي هو تصحيح الأخطاء. بقول هنا results من وين بتيجي الأخطاء أصلاً؟ قال يكون في mathematical mistakes، في أخطاء حسابية، وفي mistakes in application of accounting principles، في أخطاء في تطبيق الفايفو أو اللايفو أو deep straight line method أو الدبل ديكلين. يعني هنا بنتكلم مش خطأ حسابي، خطأ في تطبيق المبدأ المحاسبي. Oversight or misuse of facts، أو في أخطاء في يعني أو سوء استخدام للحقائق المتعلقة بالعملية المالية، يعني بالنسبة للاعتراف بالإيراد، الاعتراف بالمصروف، تمام. هذه كأنها كلها أسباب لظهور الإيرورز. طب تعالوا نشوف لو بدنا نعمل تعديل. قال corrections treated as a prior period adjustments، يعني هذه تعامل التصحيحات كما لو كانت تعديلات على الفترات السابقة، كأنه زي وزي مين، كأنه يعني مع اختلاف المكان في المعالجة. مش مطلوب اني برضو ارجع بأثر رجعي، لا انا بعدل على beginning، beginning balance beginning retained earnings. عشان كده بقول adjustments to the beginning balance of retained earnings، يعني بعمل على تعديل الرصيد بداية الفترة للريتيند ايرنكس. خدوا بالكم هذا نفس كلام اللي هو changes in accounting principles، قصدي بس هناك الاختلاف اذا بتتذكروا الاختلاف كان على انه انا بتعامل معها كما لو كانت يعني بأثر رجعي. على كم ايرورز هنشوف المثال تبعنا. بيقول هنا انه كان ديتيرمنت الشركه هذه ديتيرمنت في عام 21 that it incorrectly overstated its account receivable، كان في تضخم في اصول في الذمم المدينه and sales revenue بمبلغ 100,000. طبعا في عام 21 makes the following، طبعا ما زال في زياده في السيلز ريفينيو، يبقى معناتها الريتين ايرنج زايد بمقدار 100,000، ما زال زايد 200,000 بدنا ننقصه. نمرة 2 يبقى الريتين ايرنجز بينقص، وايضا الاكونتس ريسيفابل كانت مضخمه ب 100,000 وبرضه بدنا نخفضها ب 100,000. فهذا القيد عمل حاجتين، خفض الريتين ايرنجز اللي في قلبها ارباح مرحله من السنه اللي فاتت اللي هي عباره عن سيلز ريفينيو، وايضا خفض قيمه الاسيت اللي هو اكونتس ريسيفابل ب 100,000. يعني هذا القيد عمل حاجتين مع بعض. طبعا هذا اللي قلت لكم سامر الكلام اللي قلناه، طبعا مش هقول نعيده مره ثانيه. وصلنا لقيتها الليرنينج اوبجيكتيف رقم 5.